تعرفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم، ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. اجتمع الوجع والنار، صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك، شو تغيروا ناسك، بتضلي وفيكي من ضل عشق وغرام. الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحرق. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. كتران تخبيصه هالايام عم يعمل العمايل يا معلم. العمى شو كلاب العمى؟ شفت؟ هذا الشيء اللي كنت عم يحكي عليه. ابو عبد الله وامثاله قتلوا اولاد البلد وشردوهم واخذوا كل شيء على الجاهز. هذول ما في اكثر منهم بالبلد هالايام. اسمع، مثل ما قلت لك لازم نصحح مسارنا بوجود مالك. شو يعني؟ كتيبه ابو عبد الله لازم تصير عبره باقرب وقت. تعالوا افتح الباب. علي علي شو يا بابا؟ شو يا بطل؟ عزمت أمرك؟
ان شاء الله. يعني جاهز. جاهز. هلا صرت بتعرف كل شيء بتحتاجه. من هون لحين الوقت روح على بيتك وعيش حياتك طبيعية مشان ما تحوم حولك الشوك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شباب منيحة منيحة. مرحبا بالضو، خير شو صار معكم؟ وين كنت لهلا؟ يا سيدي كنت عم خرطش برني، علي الحلال إذا بتروح عليها ما بترجع بحياتها. إن شاء الله عمرك ما رجعت. شو صار لك ولا؟ بتكون نسيان إني أخوك الكبير ومفكر حالك على الحاجز. أضياء! لا تضرب منا غيره! أنا ناقصكم أنا! لك ما بتكفي المصيبة اللي عندنا بالبيت؟ لك شو عمل فيكم؟ نمر من خرجي! طمني مشي الحال؟ طبعا يا معلم، اخذت كميه وبلشت نزلها للزباين. روح على شغلك. روح. امرك معلم. اختي مشان الله حاولي تتذكري، حاولي تتذكري. طيب لوين اخذوكي؟ كم واحد كانوا؟ شو كانوا لابسين؟ تذكري اي شيء حنين. سمعت واحد عم يقول للتاني يا زكوان. مرتاح اخو راح تعجبك كثير. ها وتنسونا الليله بالخرطشه. ما عم بفهم يلي عم يصير فينا. كل شي صار صعب وبشع. عن جد ما عم بفهم أي شي عم بيصير. حاسي حالي بغير بلد، بغير دنيا. كل شي صار بشع وصعب. عن جد ما عم بفهم شي. لهالدرجة البني آدم صار رخيص. ألو رافع اسمعني منيح.
استاذ انت شو عم تحكي؟ يا مدام انا عم حطك بالصورة لنعرف نتصرف، لانه القصة فيها سجن وسنين مو فترة بسيطة. يعني شو يعني؟ للأسف حل قانوني ما في، لانه القصة فيها ارواح ناس وفي منهم بالمشفى بحالة صعبة، واذا لا سمح الله صار لحدا منهم شيء ساعتها رح نوقع بورطة اكبر. طيب انا شو دخلني؟ شو انا اللي عاملة لهون؟ لا بس انت اشتريتي بدون ما يكون عليها ماركة مسجلة او ترخيص من وزارة الصحة، وهذا الشيء انت بتتحملي مسؤوليته، زائد انه طلعت شركة التوزيع اللي اعطيتينا اسمها ما له وجود بالاساس. نصبوا علي اولاد الكل. انت تمطي بالربح يا مدام وما فكرتي باي احتمال تاني. طيب خلينا نحط اسوأ الاحتمالات، لا قدر الله يعني اذا حدا من الزباين اللي شربوا قهوة مات، انا شو بصير فيني؟ ساعتها ورطة كبيرة وما منها مهرب، بس هلأ خلينا بالوضع الراهن وبلا ما نتشائم، وإذا بدك نصيحتي حركي حدا واصل من معارفك، لأنه ما في مخرج غير هيك. هلأ بالإذن لشوف شو بدي ساوي. تفضلي ملا. مور سيدي. بتاخد صورة هذا الكلب زكوان وبتنزل على وزارة الإعلام وبتخليهم ينشروا صورته على التلفزيون مع إعلام مكافأة مالية عن اللي بيخبر عنه أو بيجيبه حي أو ميت. بدي شوف الإعلان على الشاشة كل ساعة، مفهوم؟ سيدي عدم المؤاخذة، هيك إجراء بده موافقة، ما فينا نتصرف من عنا. ده شو الموافقة اللي بدي انطرها؟ مجرم داير عم يخطف ويغتصب ويعمل اللي بده إياه وعايش بيناتنا بشكل طبيعي، شو الموافقة اللي بدي انطرها؟ إنه يخطف ويقتل كمان؟ شوف رفيق، أنا من هاللحظة ما عاد أنطر شي من حدا، بدي نفذ اللي براسي ولو كلفني هذا الشي حياتي ورتبتي، بدي زكوان هون، مفهوم؟ حاضر سيدي. يلا روح نفذ الأوامر. تؤمر سيدي. يا ماما حاج نحكي بهذا الموضوع، صار حاكين فيه مليون مرة. أنا برات البلد ماني طالعة، وضياء خياري الوحيد، أنا بحبه وتعلقت فيه. يا ماما عايشة مثلي مثل هالعالم، يعني ما حدا بيروح ناقص عمر. ايه بحبه وبس نتفق اكيد رح احكي معك مشان تنزلي، لانه اهله رح يجوا يخطبوني، ما رح يجوا يخطبوني من حالي. ماما بعدين برجع بحكي معك، جاني تليفون ضروري. يلا باي. الو. ايه حبيبي. ابو البراق الله يستر على ضهرك، هالخدمة بدي اياها منك، مالي غيرك يخدمني اياها. المعضلة ليست بالمبلغ، اخي بنخدمك، بس انت عم تقول بدك زكوان بسرعة. وفي العجلة الندامة. بعدين انت عم بتقول عن هذا زكوان انه شي بلوي وابن حرام. والوصول لهيك زلمة بده تكتيك وتدبير وايد مفرودة. من هالناحية لا تهك الهم، شو بدك بيحضر؟ شو بدك انا جاهز؟ لك 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 شو لهالدرجة؟ وأكتر أبو البراق وأكتر. لك أنت بس جيب لي شحط من شعره وأنا بدي أشرب من دمه. لا. عم بحكي جد، ما عم بمزح. بعلمي كان صاحبه. بلا شو عدا ما بدا؟ نايم على ديني وأنا ما حدا بيخرطشني بالمصاري، كسر عين القصة. بصير خير أمي، بصير خير. أهلين بابا. جو. أهلين عمو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين عمو، كنت بتمنى أنه أتعرف عليك بظروف أحسن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل ارتاحي شرفي. لا بابا، جوا جاي تشوف حنين تطمن عليها. هاي فيك الخير يا بنتي. اهلا وسهلا. يلا بالاسم. تفضلي. نايمة؟ إذا بدك حبيبي روح أنت على منومتك،
أنا رح أبقى جنبك لا تاكلها. بدك شي؟ دير بالك على حالك. الله معك. شو هالحكي بس فهميني انت شو دخلك؟ معقول؟ لك يروحوا يجيبوا الزلمه يلي معك القهوه المسمومه؟ ماما ردي علي مشان الله. القانون ما بيعرف هذا الحكي. اللي صار انه انا شربت الزباين قهوه مسمومه. يعني انا المجرمه ليثبت العكس. ايه؟ يعني شو الحل؟ ما في غير حل واحد. ابوكي. بابا؟ بعرف انه هو ناطر هذا اليوم لحتى يزلني من زمان، بس ما في قدامي حل تاني. ابوكي بعلاقاته ممكن يطلعني من هالورطه اللي انا فيها. طيب خلص ترك الموضوع عليه، انا بحكي معه بس ان شاء الله يمشي الحال. عند بيت أهلي. الموت أرحم لي من العيشة بهالبيت. يلا ماشي. سلام. ماما ليش زعلانة؟ ماني زعلانة يا ماما. بين الزعلانة. لا يا ماما ماني زعلانة،
بس متضايقه شوي على خالته حنين وخالته ربا. الله يكون بعونه. طيب تحطي. ليك عم بضحك؟ انا فرحانه كثير. لا 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 مو معقول ابدا. مدام عتاب بمكان مثل هاد شو ما بيعرفوا انه للناس مقامات؟ كمال اذا سمحت ممكن توقف مسخرتك وتخلينا نتفهم شوي؟ ممكن تخرسي وتسدي بوزك؟ لانه واحد بوضعك ما بيحق له انه يملي علي شيء. حقك يا عمي، انا مقدره فرحتك كثير وبعرف انك ناطر هذا اليوم لحتى تزلني. بدك المزبوط؟ انا مبسوط ومبسوط كثير. تعرف على طول بسأل حالي شو سبب هالكره كله، مع انه اذا منحط الامور على الطاوله بطلع انا المتضرره الوحيده. تزوجتني وطلقتني ورميتني مثل الكلبه، وبعدين عملتني عدوتك الاولى بالحياه. ليش؟ قبل ما تسأليني ليش، أنا في عندي مليون ليش. كمال أنت ما عندك ولا ليش. نحن ببساطة شخصين عنا طموح، وكل واحد فينا رأسه أكبر من الثاني، ولحتى الحياة تمشي لازم رأس فينا ينحني. وبظن اللي خلى زواجنا يستمر كل هالسنين هي ليا وبس. على سيرة الطموح، أنا عندي فكرة مفصلة ومفصلة جداً عن طموحاتك الرائعة، خصوصاً بأوتيلات بيروت. الحقيقة طموحك كتير شريف ومحترم، هذا جانب. الجانب الثاني يا مدام، فيني أفهم من وين هالمصاري والنعم كلها؟ كافيه بنص البلد، سيارة آخر موديل، جمعية خيرية، سيدة مجتمع راقي. ليه؟ لك انت على مين عم تستشف في جزاك يا؟ كمال اوعك تلمسني، انت مالك علي شيء ابدا. قرار الانفصال انت اللي اخذته مو انا. واللي بده يرمي الناس بحجاره ينتبه انه بيته من ازاز. وانا كمان بقدر اسالك عن مصدر اموالك يا رجل الاعمال الشريف. مظبوط، انا مالي عليك شيء ابدا، بس انت بعتي بنتي ليا وعم تبوسي رجلي مشان طالعك من هون. ومثل ما بتعرفي حضرتك انه ما في شيء بالبزنس بلاش. شو بدك؟ بدي توقيعك الحلو والظريف على هالورقة. شو هاد؟ هاي ورقة تنازل أنا عن كل شيء بملكه. بدك ترميني بالشارع يا كمال أنا وبنتك؟ شوفي، إذا في شيء بشفع لك عندي هو وجود بنتي ليا معك. شو يعني؟ يعني كل شيء بينتقل لاسمي، وأنتي بتبقي شغيلة عندي، شغيلة وسخة مو عادية، وبتبقي ببيتك ومحلك وسيارتك. قصدي ببيتي ومحلي وسيارتي. ما بدك، انت حرة، خليكي هون عم تعفني بالحبوس. انا ماني مستعجل، خدي وقتك وفكري. فكرت. هات الورقة. هيك بسرعة. تفضلي. اليوم المساء بتكوني ببيتك، قصدي اللي كان بيتك. شرفي ندى. هالكم سنه شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر من ما مننحني.
ابوك يا ابن الكلب. الله يلعن ابوك. ماما رح خلي البنت تحضر العشاء لبين ما تعمل دوشة. مالي قدراني احط شي بتيمي، بدي فوت اتسطح شوي. حنين حبيبي لا تخافي، أنا هون، كل شي رح يكون بخير ومنيح. شو؟ لا تخافي حبيبي، كل شي رح يكون منيح، أوكي؟ هدي حالك. عطشانة. تكرم عينك، رح أجيب لك مي. أنا رح أخذ كاسة مي لحنين. إيه؟ بدك شي؟ لازمك شي؟ بسوي لك شي؟ سلام سلام. هذا الخير. يلا ماما اكتب يلز. علاء! يا علاء! حملت أختي بإيدي وحطيتها بباجاج السيارة. حطيتوا لي إياها بإيدي يسقوا فيها يا علاء. لازم يقتل الحكي. لا 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 الدنيا ونامي. شو بدي زاوي الواحد بالاخر يعني؟ الدنيا يا حنين ظالمه. اي والله ظالمه يا بابا، بدنا نصالحها. شو بدنا نعمل؟ يا اما بدنا نقبل ظلمها ونقضي حياتنا نكد، يا اما بدنا ننسى. مو كل شيء بنت سوا الله يرحم عليك. عندي حكي كتير،
بس والله ما يعرفان شو بدي لك. قل لك انه انت لازم تقوي على مصيبتك والله هذي. قل لك ذنبك برقبتي. بس اول على اخر حق علي والحق لابسني انساسي راسي اي والله. يصير فينا ايدك. خليني اشوفها لو خمس دقايق. الله يخلي لك شبابك، هي وحيدتي وما عندي غيرها. يخلي لك اولادك يا رب. خلص خلص خالي خلص، راح اعطيكي معها 10 دقايق. روح الله يوفقك يا حق ويخلي لك اولادك يا رب العالمين. رفيق جيبوا لي نحله لهون. خبرت الشباب وقلت لهم شو يعملوا؟ طيب ماشي ماشي، الاغراض اللي وصيتك عليهم جاهزين؟ يلا ماشي، اللي كان بعد شوي بنلتقى قدام المبنى. يلا سلام باي. فوتوا لي. بوس ايدك يا ابني بوس رجلي بوس رجلي بوس رجلي لا تغضبي علي امي. كله الله غضبك بسال الله يا امي بسال الله. يا ريتني مت ونعمت وانشلت وما شفت هالنهارات. مجرمه طلعت انا مخلفه مجرمه بنت الستين كلمه. انا شو قصرت عليكي ام؟ شو قصرت عليكي؟ ليش هذا عم بيتحملك وفيني هيك؟ أنا ما ربيتك على الكرامة والشرف هذا اللي بنملكه يا أمي. أنا شو ربيتك؟ تقليلي حرام على قلبي بلاد الحرام يا أمي. والله أنا مو هيك، أنت مو هيك ربيتيني. ما بعرف شو صار يا أمي. مو بإيدك لا تغضبي علي يا أمي، أنا ما صفيني غيرك. انزل الله يا امي سامحيني.
محمد تعال عندي شوي معوزك. عود عمي عود. خير ان شاء الله. صب شاي. صب عمي صب. يلا. طمني. ما عجبك الشغل هون؟ اي والله بركة الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. انت بتعرف تفتح سيارات؟ شلون يعني يفتح سيارات؟ بالقلم نشرح. السيارات مقفولة ومفتاحها مو عليها. بتعرف تفتحها؟ ايه بعرف. حلو. معناته بصير تطلع معنا. عالتعفيش. اسمها جمع غنائم حرب. ولقلك والله معك حق. مصطلح التعفيش دارج هالايام اكثر. اي نعم. بهذا الزمن الرديء مضطرين نشتغل هيك شغلات يا ابو محمد. معلم الله يوفق عفينا القصة. انا مالي بهالشغلات كلها هي. لا سيدي يصير لك بهالشغلات. بتصير تطلع معنا وما بتكون غير مروق. بس والله حرام حرام. الحرام انك تعيش بخيمة انت وعيالك ومشنطط بالجنائن. الحرام انك ما تشكلس امورك وتزبط وضعك. هذا هو الحرام. مو من شانك من شانهم. خلصنا انتهينا. بتصير تطلع معنا وخلصت بقى. قوم لشغلك. بدنك هالزيارة مو هيك؟ معلش حبيبتي لا تبكي ولا تهتمي. ما في شيء بيستاهل. عدلي يا ليلى. معلش يا ناقبة الفنانية. يا ناقبة الفنانية. فنانينك مرضانية. فنانينك مرضانية. يا ناقبة الفنانية. يا ناقبة الفنانية. فنانينك مرضانية. فنانينك مرضانية. يا ناقبة الفنانية. يا ناقبة الفنانية. فنانينك مرضانية. فنانينك مرضانية. يا ناقبة الفنانية. يا ناقبة الفنانية. فنانينك مرضانية. فنانينك مرضانية. يا ناقبة الفنانية. يا ناقبة الفنانية. فنانينك مرضانية. فنانينك مرضانية. يا ناقبة الفنانية. يا ناقبة الفنانية. فنانينك مرضانية. فنانينك مرضانية. يا ناقبة الفنانية. يا ناقبة الفنانية. فنانينك مرضانية. فنانينك مرضانية. يا ناقبة الفنانية. ايه شو؟ مظاهرة بنص البلد؟ مين؟ طلاب المعهد؟ لا 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 تصرفوا شيء. هلا شوي بخبرك. جهز للشباب فورا. لك بتعرف انت بسبب غبائك احنا قاعدين هون؟ لك شلون بتخلينا نخطف اخته لمعتصم؟ اخته لصاحبي؟ لك العمى ضربك شو حمار؟ انت حمار. مو بس حمار. حمار ومعبب بنطلونك كمان. ولك انا بقص راسك. انا زكوان ولك! ان شاء الله صدقت لي حالك انك معلم. وراس وحبيبنا. انت واحد وسخه
وحقك بسوق الرجال فرانك مصدي. طب انت نزعت لي حياتي كلها وحولتني لمجرم وحرامي، وانا مثل الحمار لحقتك. لك حتى البنت اللي حبتني عن جد غدرت فيها وحولتها لعاهرة، وهي النتيجة. ليكني مطلوب لك كل فروع شرطة البلد بسببك، وقاعد معك هون ببناية بتقرفها الكلاب. تعرف فوق كل هذا متأكد انك مستعد تبيعني مشان تنفذ بحالك؟ فكرني ما بعرف نكاتك. لك انت واحد جبان جبان. هيثم أوس، لك أوس. خاطرك يا معلم يا حبيبنا. كم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر منموت وما مننحيق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا، جميلة وحبها واسمها شأن، ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وحبها واسمها شأن.